الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي مع حلقة جديدة من برنامجكم ثبات. هذا البرنامج الذي نبين فيه من خلال استضافاتنا المستمرة لمجموعة من أهل العلم والفضل جملة من الأسباب المعينة بإذن الله عز وجل على الثبات أمام ما يعرض إلى الإنسان في حياته اليومية وما يختلط به من أفكار وتصورات ربما يسمعها أو يشاهدها أو ربما يعتقدها وربما أيضا تختلط في حياته. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سيكون معنا موضوع مهم، وقبل ذكر الموضوع إن شاء الله تعالى نرحب بضيف هذه الحلقة كما يعني هو ضيف مجموعة من الحلقات الماضية، فضيلة الشيخ فهد بن سليمان التويجري حفظه الله ورعاه. حياك الله. الله يحييكم. الله يحييكم. الله يبارك فيك. أولا جزاك الله خير على جهدك الطيب. الله يسلمك. والشيخ فهد من باب العلم بالشيء يعني الله يحفظه له زيارات متعددة للكويت ونافعة بين إقامة المحاضرات والدورات العلمية وخطبة الجمعة. هذا من كرمكم وهذا حقيقة يعني هذا إن شاء الله تعالى من أسباب بركة الأرض حلول أهل العلم فيها ونفعهم إن شاء الله تعالى. الله ينفع بالجميع. حياك الله شيخ فهد بين أهلك وإخوانك في الكويت. موضوعنا شيخنا الله يحفظك في هذه الحلقة سيكون حول قضية اليوم، الموقف من المخالفات والأخطاء والمنكرات الموجودة التي لا يخلو منها اليوم مجتمع. ولا يخفى عليك شيخنا الكريم أن المنكرات موجودة في كل زمان، بل حتى وجدت في زمن أشرف الخلق زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، تعاملوا معها ووقعت في زمنهم. نريد حقيقة في هذه الحلقة أن نبين كيفية الموقف من هذه المخالفات، لأن بعض الناس اليوم يعني كما نقول بين إفراط وتفريط. بعض الناس يرى اليوم أصيب كما نقول اليوم ببرود القلب ويعني تبلد المشاعر أمام ما يحصل اليوم من منكرات رغم كثرتها وتتابعها، وفي المقابل نجد بعض الناس قد يغلو أحيانا في إنكار منكر معين أو بيان خطأ فيترتب عليه منكر أكبر منه. نحن نريد أولا بيان قضية الموقف الشرعي من هذه الأخطاء، ما هو التصرف الصحيح؟ هل الطرف الأول ذكرته يعني طرف يعني عليه مسؤولية؟ الطرف الثاني أيضا ما هو الواجب تجاه ما يرى ويشاهد ويسمع؟ طبعا كما نقول اليوم في ظل انفتاح الناس ربما كثرت مثل هذه الظواهر والمشاهد، فنريد أن نقرر هذه القضية في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. نعم. بارك الله فيك. أولا الحمد لله والصلاة على رسوله ومصطفاه، وبعد يعني مما لا شك فيه أن جماع هذا السؤال أو جواب هذا السؤال يجمعه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قبل الحديث عن أو تفسير أو الوقوف مع هذا الحديث، لأن هذا الحديث جامع مانع ودافع رافع، ويبين لنا هذا الحديث موقف المسلم من المخالفات الشرعية. هو أن يبدأ بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك شيء. أن نتحدث قبل أن نقف عند هذا الحديث عن هذه الشعيرة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهميتها في حياة المسلم، وأن لا نحصر المنكرات في منكر والمعروف في معروف. المنكرات تختلف والمنكرات متعددة ومتنوعة، وأصحابها أيضا يختلفون في ممارسة المنكر، وهم أيضا يختلفون في درجات الإنكار. فالله سبحانه وتعالى كما قال لعبده ونبيه موسى: فقول له لقولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فمن الخطأ في التعامل مع صاحب المنكر أن نتعامل مع المتلبسين بالمنكر بدرجة واحدة من حيث الإنكار. هذا ينفع مع اليد وذاك لا ينفع معه، هذا ينفع مع اللسان وهذا لا ينفع معه. قبل أيضا أن نركز على هذا الأمر نقول أن هذه الشعيرة شعيرة عظيمة، وهي صمام الأمان. وهي الرافعة بإذن الله للمحن.
والدافع للفتن، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والصلاح وحده لا يكفي، لابد من الإصلاح، والإصلاح معناه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس شيخنا عنده رهبة من كلمة، يعني كأن كلمة الأمر بالمعروف أنه منكر قضية تسلط على رقاب الخلق، تدخل في خصوصياتهم، تدخل في شؤونهم، تحريم ما لم يحرمه الله عليهم، كلمة فيها نوع من التهويل أحيانا عند بعض الناس. يعني الإشكال نرجع إلى الإشكال إلى أنه كما تقدم في حلقة سابقة عن الانحراف، ألا يعني أن بعضهم إذا تحدثت عن الأمر بالنهي على المنكر أو الأمر بالمعروف يذهب ذهنه إلى مثلا شخص معين أو لشريحة معينة، فلا يحمل هذه الشعيرة أخطاء فلان من الناس أيا كان ذلك الشخص، يكون يتناول هذه العبادة بالتناول الخاطئ أو هذه الشعيرة. الأمر بالمعروف لما نحصره في معروف أو المنكر نحصره في منكر، يعني نحن لما يعني نعتقد أن الأمر بالمعروف هو محصور في قضية مثلا الأمر بالمعروف حجاب المرأة والمنكر سفور المرأة، فنضيق الأمر في هذه الدائرة وننسى أنه 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 أشمل، أنه حتى ما تلقي في قارعة الطريق في طريق الناس هذا منكر. الله أكبر. ولذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب عظيم، حيث عليه الصلاة والسلام حيث الإبداع ورسم المنهج الصحيح بالتعامل مع القضايا. ولذا ونجده توعد الذي يتغوط في طريق الناس ولعنه. هذا منكر عظيم، هذا منكر، رغم يعني أن في عين الناس لا قيمة له، الشيء ما يستحق أنه ذنب عظيم هذا. هذا منكر. نجد أن الذي يغتاب الناس ويسخر بهم هذا منكر عظيم. فنترك هذه المنكرات العظام ونأتي إلى منكر، ونجمع جميع ونجمع الأمر بالمعروف في هذا المعروف فقط، ونأتي للمنكرات ونجمعها في منكر واحد. أنا أعتبر أن اللي حتى اليوم يدخل دورة مياه عامة ولا ينظفها أنه أن هذا منكر يجب إنكاره. مثلا أخذ من الحديث أن الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، الذي يؤذي حيوانا هذا منكر، الذي لا يعني غير ذلك، الذي يستأجر أجيرا فلا يعطيه حقه، خادم في البيوت اليوم. نعم، فهذه منكرات. لكني أرجع أيضا وأقول أن لن ترفع المحن عنا إلا بالأمر بالمعروف والنكر المنكر. والصلاح وحده لا يكفي. تقول أم المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لو أننا يا دكتور محمد تأملنا، الإشكال فينا أننا دائما نربط القضايا بمحسوسات أو نربط قضايا الأمة أو ما يحصل من صراع بسياسات، فنقول ما يجري مثلا في بلاد المسلمين في العراق أو في الشام أسبابها قوى غربية أو شرقية أو عملاء في المنطقة هي أسباب هذه، مع أننا لابد أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى سلط علينا بسبب رئيس في اعتقادي أنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله أكبر. لا شك أنك تؤمن، نعم، وأنا معك والمشاهد والمشاهدة أننا إيمان كامل أن الله لا يظلم الناس شيئا. نعم. ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى حاشاه أن يظلم خليجي ولا عراقي ولا شامي ولا ليبي ولا يماني ولا بحرين، أيا كان أن يظلمه. طيب إذا تقر هذا وعلم هذا، ما الذي يحصل في بلادنا؟ لما تحولت هذه النعم إلى نقم في العراق، بلاد النفط وبلاد النخيل وبلاد الأنهار، وفي الشام اللي مقصد العالم حيث الناس فيها للسياحة، وما الذي أنا في اعتقادي أنه ترك هذا الجانب العظيم وهذه الشعيرة الأمر بالمعروف. قد يوجد في البصرة وفي الكوفة وفي بغداد وفي اللاذقية وفي حلب وفي حمص وفي دمشق من هو أكثر منا صلاة وصلاة واستقامة، لكن قد تكون هذه الشعيرة غير موجودة. فنحن نحتاج الحقيقة أن نتعرف على هذه الشعيرة أكثر، كما وألا نحصرها في معروف، أن نتعرف عليها أكثر وألا نأخذها أنها تسلط على ناس دون آخرين، أو أنها محصورة في مشكلة تقع فيها امرأة أو مجتمع. الأمر بالمعروف معناه الحقيقة الرقي، معناه النظام، معناه التناصح، معناه المحافظة على الألفاظ،
الأمر بالمعروف معناها إفشاء الأخلاق الحميدة، النهي عن المنكر معناها سد الثغرات، الستر، التجاوز، التصحيح، التقويم. طيب شيخنا في سؤال مهم جدا، أنا الآن هل مطلوب مني الآن حينما أتكلم أو أنكر منكر أو أمر، يعني هل مطلوب مني أن هذا المنكر يزول؟ وإذا لم يزل المنكر معناه أني أنا مقصر؟ طيب هذه قضية مهمة، لأن بعض الناس اليوم يحمل نفسه اليوم أن مسؤولية الزوال المنكر عليه، وإذا ما زال المنكر يتهم ربما نفسه أحيانا أنه قصر، رغم أنه ربما بذل سبب بحسب المستطاع. هذا السؤال يعني مهم جدا في قضية الإنكار. هذا سؤال فعلا. نعم. وهذا مرض نعتبره. نعم. ليش؟ لأن هذا في شيء من الإعجاب بالنفس، يعني نعم. الإنسان يعتقد أن مصير الأمر بالمعروف مربوط به، نعم. ويعطي حجمه فوق، يعطي نفسه فوق حجمها، نعم. ويعتقد أنه محور الناس، وأنه إن لم يقضى على المنكر عليه فإن المنكر سيفشو، نعم. وينتشر، وهذا لا يقل بعاقل. فأنت مجرد فرد في المجتمع تعمل على قدر طاقتك ووسعك، نعم. ولا تربط الصلاح بك أو الإصلاح، نعم. فيجب أن نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كما قلت على اختلاف المنكر يختلف درجاته، وأيضا المجتمع والزمن. كل منكر قد يكون هذا المنكر عظيما في هذا الوقت، وقد يزيد الإثم فيه، مثل منص الفقهاء، بعض الأمور قد يكون قد يتساهل فيها لأن البلوى عمت فيها، ولأن مثلا أن القضاء عليها قد يحتاج إلى وقت، ولذا جاءت الشريعة في التدرج مثلا في تحريم الخمر، لأن الناس كانوا يعني يتعاطونه، فما حرم إلا يعني بعد فترة من الزمن. في أيام الفتن قد يتجاوز عن بعض الشيء، مثل لو وجد مثلا السرقة وفشت وانتشرت، يعني الفقهاء نصوا على في موضوع القطع إلى آخره، وغيرها مما يحصل من أحداث. يحتاج الأمر إلى نوع من الفقه، يحتاج إلى نوع من الفقه. وأيضا يجب أن كما روي عن أحد السلف، والحقيقة غاب عن ذهني اسمه، أنه لا بد أن يكون الآمر بالمعروف عارفا بالمنكر، عالما به، عارفا به. ذكروا عدة شروط الحقيقة في الأمر بالمعروف. فمثلا أنا بالكويت أو بالخليج يجب أن أعرف هذا المنكر وتعرف عليه وعن حكمه، وتصور المنكر على حقيقته والمتلبس به، وأن لا يكون همه وقضية الإثارة أو التأليب بقدر ما قصدي الإصلاح. ثم الإصلاح له قنواته، هناك شيء اسمه المكاتبة، المراسلة، المناصحة سرا، أما قضية التشهير بشخص أو بجماعة المقصود إثارة الفتنة، فأنا أنقلهم من منكر إلى منكر أعظم منه. ولذا السلف رحمهم الله كانوا يحرصون على وأد الفتنة، سبحان الله. وكلنا يعرف الأحداث الجسامة اللي حصلت بسبب إثارة الناس، مثل ما حصل في زمن يزيد بن معاوية، في لما حصل في يوم الحرة ما حصل، والإمام أحمد رحمه الله يعني صبر على في فتنة عظيمة، لم يعني يجمع الناس ويؤلبهم. نعم. ليش؟ لأنه هنا منكر. هذا صحيح منكر، لكن قد ترتكب منكر أعظم منه، وهو إراقة الدماء والخروج على السلاطين، وضرب الناس بعضهم ببعض، كما يحصل في بعض الأقطار الإسلامية اليوم. صحيح. شيخنا الكريم، أستأذنك في دقيقة. أنت أثناء كلامك قلت المناصحة السرية، يعني ممكن تصويرها أو بيان أيضا مدى تأثيرها؟ هل فعلا هذه مؤثرة؟ قضية يعني مهمة حقيقية، ربما بعض الناس ما يتعرض لها يعني. أحسنت. أنا أقول المناصحة غير العلنية أو السرية ليست في حق فرد أو في حق السلطان، في حق أي فرد من المجتمع أيا كان الشخص، حتى لو كان جار ولا أخ أو صديق، يجب عليك أن تساره، يعني أن تعطيه المناصحة سرا. فليست هي للسلطان، لعموم المسلمين، وتتأكد في حق صاحب الولاية، وهذا له أصل في الكتاب. الله سبحانه وتعالى قال لعبده موسى ونبيه: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هل القول اللين هو أن
أقوم على المنبر مثلا أو أني أدافعه أو شهر أشهر به، وأحيانا يسمي بعض الناس، وهذه كلها حظ من 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 النفس يعني. سبحان الله. يذكر لنا ابن عساكر في تاريخ دمشق أن رجلا قام إلى أبي جعفر وهو يخطب، أبو جعفر المنصور إلى أبي جعفر المنصور وهو يخطب الناس، فقيل أنه يعني أمره بتقوى الله وأكثر، اللي هو هذا رجل من عامة الناس. وأبو منصور يخطب، نعم، أبو جعفر المنصور معروف بشدته وحدته، نعم، وقسوته، فأمره ونهاه وأكثر، فقال له أبو جعفر المنصور أسكت ولا تعد لمثلها، تريد أن أمر بك فتسجن أو تضرب عنقك فتذكر في الناس، والله إيه، لكن اجلس ولا تعد لمثلها. فالرجل يعني طأطأ رأسه ونكسه وذم الناس ما فعل. فالمقصود المقصود هو إيش؟ أنه ينبغي لنا أن نحن نتناول هذا الموضوع. أول أحد لابد من استحضار النية، صدقت، في الأمر والمأمور، من أجل أن يقال فلان أمر ونهى. ثم أيضا صاحب الولاية وصاحب السلطان ليس كغيره من الناس، فلا بد أن يكون هناك مناصحة، وفي شيء اسمه مراسلة، وفي شيء اسمه مكاتبة، وشيء زيارة. طيب لم يستجب، معذرة إلى ربكم، الله أنت قد أديت الذي عليك، برئت ذمتك، الله أكبر، حتى مع جارك وصديقك وزميلك. إنسان يستشعر سبحان الله فعلا مثل هذه المعاني، يعني يشعر فعلا أن الله يقول ليس عليك هداهم، نعم، ليس عليك هداهم، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، نعم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نعم، يعني هداية الناس بيد الله. صحيح. أيضا ما يسلي شيخنا الكريم يعني أن القرآن جاء بقصص كثيرة لأنبياء الله عز وجل، يعني ومع ذلك لم يستجب لهم من أقرب الناس إليهم. أحسنت. مع علم بشفقاتهم عليهم ومحبتهم لهم. أي نعم. كل الشكر للشيخ فهد السويجري حفظه الله تعالى على إثراء هذه الحلقات وبيان المنهج الصحيح في التعامل مع الأخطاء والمخالفات الشرعية. مع حلقة جديدة ألقاكم إخواني وأخواتي مع برنامج ثبات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا جميعا العلم والفقه في الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.